عرفات، واحنا تقريبا طالعين من هذا المكان استثناء. يعني الاشقاء في وزاره الاعلام السعوديه، وانا بشكرهم، التلفزيون السعودي بشكرهم شكرا جزيلا انهم ادونا استثناء ان احنا ننقل من هذه النقطه المرتفعه. التلفزيون الوحيد اللي بينقل من هذا المكان المرتفع في البرج المخصص للتلفزيون السعودي، فشكرا لاشقائنا دكتور عواد العواد وزير الاعلام بالمملكه العربيه السعوديه، بشكرهم بصراحه هيئه الاذاعه والتلفزيون في المملكه العربيه السعوديه انهم كمان كل التيسيرات، لانه زي ما بقول لحضراتكم لما يعني هدفنا في الاعلام نقل صوره صوت وصوره ان احنا نبقى متواجدين مع حضراتكم في التوقيتات اللي احنا بنطلبها منهم، ما تاخروش عننا بدون زي ما حضراتكم شايفين من احسن مكان. شكرا ليهم بصراحه على هذا الكرم مع الجهود الكبيره اللي بتتم من ايضا لخدمه ضيوف الرحمن. البعثة المصرية، وكنت بقول لحضراتكم من شوية بتطمنا حضراتكم على حالة حجاجنا، حالة ضيوف الرحمن. سلطات السعودية بقى لها يومين بتتكلم انه الحمد لله ما فيش أي أمراض وبائية، الحمد لله في تيسير. عايز أقول لحضراتكم الوصول إلى هنا، التصعيد إلى هنا إلى عرفات من أكثر السنوات سهولة هذا العام، أو من امبارح للنهارده، لأنه مش كل الناس بتروح يوم التروية في منى اللي هو كان امبارح، لكن الناس كلها بتيجي هنا على صعيد عرفات. احنا جينا في حوالي ساعة ونص ساعتين إلا ربع، كنت زمان بتيجي في خمس ساعات وست ساعات، ساعات طويلة بتقضيها، نتكلم ساعة ونص ساعتين إلا ربع، ده أمر يسير جدا إنك تصل هنا. في ناس جم في أقل من كده على فكرة، الناس اللي جم النهارده الصبح 10 صباحا و11 صباحا وصلوا في اقل من نصف ساعه من مكه المكرمه، ده بيؤكد التيسيرات. السلطات السعوديه كل يوم كل سنه بتعمل سواء طرق جديده سواء تيسيرات معينه. كمان الحاجه اللي سهلت على ضيوف الرحمن منع العربيات الصغيره، العربيات اللي معهاش تصاريح، ودي عشرات، عايز اقول لحضراتكم عشرات الالاف من السيارات الصغيره التي منعت من دخول من صعيد عرفات، وده يسر ان الاتوبيسات اللي هي الحافلات تنقل، الحافلات اللي هي بتنقل الوفود وتنقل البعثات وتنقل ضيوف الرحمن من كل الدول، من كل دول العالم، دول اسلاميه، دول العربيه، كافه دول العالم. زي ما بقول لحضراتكم ياتي ضيوف الرحمن من كل فج عميق الى هنا. يعني معانا مثلا في المكان اللي احنا قاعدين فيه من بريطانيا ومن الولايات المتحده الامريكيه حجاج قاعدين معانا، ايضا تستضيفهم وزارة الإعلام السعودية. فكل هذه الأمور والتيسيرات تساعد ضيوف الرحمن أنهم يأتوا في أو يتم تصعيدهم في فترة وجيزة. وأيضا إن شاء الله نتمنى كمان في نفرة عرفات اللي هتكون بعد حوالي ثلاث ساعات من الآن أو أربع ساعات من الآن، أربع ساعات من الآن إن شاء الله تبدأ نفرة عرفات، النفرة الكبرى. وسنكون مع حضراتكم الساعة الرابعة بتوقيت قبل النفرة مباشرة عشان تشوفوا هذا المشهد الكبير، المشهد يا رب.